أهلا، هذا سوا شو عملت اليوم؟ سوا سوا اسمعني، حكي بك في حاجة. شو على أخي؟ حاشي بفلوس واليوم بس قدي 50,000. يا أحمد، ما بتعرف اللي شهريت أبوك ما تخلطنيش حتى على الميكلة، وهو بعد موته ما عادش خالطين على حتى شيء، وكيف مش الدار هيدا موروثة لنا في الشهر. إيه يا أمي، تصرف تسلف أعمل أي حاجة. متسلف اللي بيه تطلب بيه في الفلوس، مشيت خدمت على روح. ما في بالك قاعد نقرا انت، قاعد تقرا 3 سنين تعاود في الباك. ديما يا اخي تطيح المورال وديما تنبر، مش لازم، خلي فلوسك عندك. جبك ربي احمد، قال ياخذ لي عيش ولدي حكى طماطم، نسيت ما خديتش كهبط. ليه عاد امي ديما المرج هكا يا اخي، انتي وعليش ما خديتش واحد؟ ليه امي تعب، راني انا ما نخرجش توا برا واحد. كيفاش باش نفطروا يا احمد؟ ما يهمنيش فيك، تصرف يا اخي، علاش خارجه؟ ما انت قبيله، ما وقضي انت يا اخي. برا احمد، برا برا، ما نقال في شيء هكا. انت نروح للدار ونندم انا يا اخي، سيبني قلت ما بيه شيء، ما بيه شيء. اذا عاش ولد جيراني نحبك وراك تجي. يومي باهي برا، عايش برا اقضي ولا اعمل اللي باش نعمل، سيبني انا، خليني وحدي. ما تغشش. نروح للدار ونندم، راني انا كرهت العيشة معاك. تليفوني تاع شارج. مهم انت لاباس، لاباس اليوم. امي بلي من غير ما تمرجني نكون، راني مانيش صغير ونعرف ما يصلح بيا. لاباس علي وقتها. ما بيا شيء يا امي، هيك اهو. على كيفك يا ولدي. ربي يهديك. امي. بالله حلم اللطف. لازمني نفيق على وضعي. نحاول نصلح، ياسر غلطت مع امي، ياسر تقبحت فيها. اي نقوم نحضر لها فطورها، نفرحها وان شاء الله تسامحني.
أيوه أيوه تعالي هاي ولدك اللي زي مش حضرت الفطور هاي أمي يا مارا بخليك يا مارا أمي أمي حلوة يا مارا.